انه يكرم فعلا شخصيات قريبه جدا لوجداننا وقريبه من الجمهور المصري. وانا يعني انا بيعجبني سعيد حاجه مهمه قوي انه مصري مصري الوجدان لكن اللهجه سودانيه، وهو ده ادبل ما فيه انه لانه صادق. الانسان ده قعد في مصر 40 سنه ولا حاجه لكن لا يتحدث سوى بالمصريه، وده جزء مفتاح مهم جدا عنده. سعيد من فعلا المخرجين اللي عملوا نقله مهمه جدا. هي النقله بدات قبله بشويه في اسماعيليه رايح جاي، لكن كان في ذكاء من المنتج الدكتور محمد العدل ومنه، لانه اكيد انا ما اعرفش مين اللي بدا الفكره، لكن لازم تبقى الفكره مشتركه ان ممكن ياخدوا اللي اسمه رقم 4 على افيش اللي هو محمد هنيدي، لان كان سبقه محمد فؤاد وخالد النبوي وحنان ترك وهو رقم 4. حسوا بذكاء ان دي النغمه القادمه في مجال الكوميديا. فكان فعلا صعيدي نقله مهمه جدا، فتحت الباب لكل الجيل سواء كانوا ممثلين او مخرجين، بل انها حركت الجيل الاسبق. يعني عادل امام قبل صعيدي غير عادل امام بعد صعيدي. ايه؟ عادل امام غير من فكره بناء ونعرف ان هو شاف الفيلم.